تعقيماته كذلك، والوسائل لها أحكام المقاصد. العنف هذا سواء أخذ شكل التشدد الديني، الغلو الديني، أو التشدد السياسي والغلو السياسي، أو أي شكل من أشكال التشدد، فهو مدان وهو محرم شرعا وممنوع قانونا، وهو مخالف لمنطق الثورة وفلسفة الحرية والمسؤولية. ونحن باعتبار كوننا جهة اختصاص في المجال الديني، فيسعنا أن نستدعي من المرجعية الدينية الإسلامية شيئا يسيرا مما يؤصل لهذا المعنى ويرسخ مفهومه ويعمق آثاره، لأن التأصيل الديني الإسلامي له وقعه على مستوى النفوس والأذهان والأعيان. من ذلك الله تعالى حرم الاعتداء، قال سبحانه: ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. والاعتداء هنا اعتداء عام يشمل الأشخاص ويشمل المجموعات، كما يشمل الأنفس والأموال والممتلكات، يشمل الحرمات والمؤسسات، يشمل الأعراض والشرف، كل ما هو حق إنساني به أمر الحياة، به قيام الدولة، فهو ممنوع وداخل في مدلول هذه الآية الجامعة المانعة. ولا تعتدوا، فعل نهي، إن الله لا يحب المعتدين، هو يكره ويبغض هؤلاء الذين يعتدون على غيرهم أو على أنفسهم. قررنا وسنعمل إن شاء الله على ما يلي أننا سننظم قبل رمضان المبارك القادم، سننظم أياما وطنية للشؤون الدينية، سيحضرها إن شاء الله جمع من المثقفين والعلماء ومن أصحاب التيارات المختلفة المتعددة، سواء تيارات بمرجعيات دينية إسلامية أو تيارات أخرى بمرجعيات فكرية مذهبية، وسنناقش كثيرا من القضايا الجدلية التي أفضت إلى حالات من الاختلاف المذموم، أو حتى من التوتر والانفعال، أو ربما من العنف أو مقدمات. هذه الأيام الوطنية سنخرج منها بميثاق لهذه الوزارة، ميثاق في موضوع الشؤون الدينية، فيما هو موضع اتفاق بين الجميع، فيما هو موضع اختلاف، وفي منهج ذلك منهج إدارة الاختلاف وتحقيق المتفق عليه، ضمن إسهام من هذه الوزارة في المعالجة الفكرية النظرية، وفي المعالجة الاجتماعية والمدنية المبنية على الإطار الفكري. نحن قد ابتلينا في السنوات الأخيرة بأننا لم نحرر محل النزاع، لم نحقق المعاني، نعيش على ظواهر معرفية، على قوالب فكرية، دون أن نلتفت وأن نجري النظر والتحقيق فيما وراء هذه القوالب وهذه المظاهر أو الظواهر من المعاني والحقائق والمقاصد والأسرار وغير ذلك. وفقهاؤنا قديما الذين كانوا قد عرفوا بالتحقيق وقد سموا بالمحققين، هؤلاء ما كان الاختلاف بينهم إلا اختلافا محمودا. نحن الآن بصدد وضع خطة تشغيلية، واستخدمت عبارة تشغيلية على غرار الخطة التشغيلية للرحلات الجوية أو الخطة التشغيلية للمؤسسة المالية. الغرض منه هو التشغيل بمعنى التوظيف العملي الذي سيثمر إن شاء الله نتائج قريبة. هذه الخطة التشغيلية تتمثل في نقاط أساسية. النقطة الأولى أننا كلفنا أكثر من 100 مدرس ومدرسة من الذين هم متخصصون في العلوم الإسلامية أو الدراسات الإسلامية، يدرسون بالجوامع والمساجد وبالسجون، وأيضا يدرسون ببعض مؤسسات المجتمع المدني، يقدمون دروسا بإشراف الوزارة، وتؤمن الوزارة كل ما يتعلق بالناحية المالية والناحية التنظيمية والناحية أيضا المتابعة
وأيضا فلسفة هذه الدروس. نحن نأمل أن تكون هذه الدروس دروسا تعالج القضايا اليومية الاجتماعية، ليست فقط دروسا عامة. هذا أيها السادة أيها السيدات ينضاف إلى دروس الوعاظ الواعدين والواعظات بالوزارة، وهؤلاء ينتمون إلى الوزارة وعددهم حوالي 500 أو يزيد، وتم انتداب في المدة الأخيرة عددا خلال 2013 عدد من الواعدين والواعظات الجدد الذين سينضافون إن شاء الله إلى المسار. هذا فضلا عن الخطباء والأئمة اللي هم موجودين في 5000 مسجدا وجامع. ثم الأمر الثاني ضمن الخطة التشغيلية أننا سنقيم دورات تكوينية متخصصة وحلقات علمية في كثير من الموضوعات اللي هي تشكل مثار خلاف أو مثار جدل أو ربما مثار توتر. سيحضرها هذه الدورات ومنها عدد من المشايخ والعلماء والمتخصصين ضمن ورشات عمل أو حلقات صغيرة في تونس العاصمة وفي بعض ولايات الجمهورية بحسب الترتيب في ما يلي. ثم برنامج ثالث، برنامج ثالث قلت لنا المدرسون الدورات تكون حلقات علمية، وأيضا هناك بعض الحوارات. أنتم الآن تسمعون مثلا العقيدة والمذهبية الفقهية والمدرسة التونسية والمدرسة الشرقية والمدرسة الخليجية والمدرسة الغربية والمدرسة الأوروبية إلى آخره، كل هذا حديث وهابية. نعم، وكل ما يتعلق بالمدرسة نعم الوهابية السلفية، كل هذا الأشعرية نعم لا فقاطين اسمح. فالكلام هنا بمعنى كل المجموع هذا وما يترتب على هذا المجموع، ما يترتب على هذا المجموع من آراء، من تفاعلات فكرية وأحيانا تجاذبات وربما أحيانا صراعات، قد يتحول هذا الصراع إلى احتقان نفسي أو توتر اجتماعي أو ما شابه ذلك.